يا كابتن، يعني اقول ايه؟ اقول ايه؟ اقول لي يا كابتن احمد ولا اقول يا شيخ حسني؟ اقول يا كوسانا شيخ حسني الكره المصريه. كل سنه وانت طيب. كل سنه طيبه. ايه ده؟ ايه اللي عملته ده؟ قعدت كده وقعدت تتكلم وتقول ده لسه ده انا لسه ببدا. لسه بتبدا؟ انت لسه في حاجات اكتر من كده هتقولها؟ والله لسه ببدا. يا نهار ابيض. طب ليه ليه يعني ليه بتعمل كده؟ يعني في ناس زعلت، ناس اتضايقت يعني. محدش زعل والله. ابراهيم سعيد ما زعلش؟ لا خالص. ده ابراهيم سعيد كلمني بعديها على طول قعد يهزر ويضحك. حسام حسن زعل ولا لا؟ خالص. كابتن حسام كان لسه معايا وخابك ان انا بس عايز اقول لك عارف كويس قوي. البودكاست ده كان مليان الفاظ، عمالين تشتموا. ايه الشتيمه اللي شتمتوها كل ده؟ اللي مش عاجبه الالفاظ ما يتفرجش اصلا. طبعا اصلا طبعا ده يعني عادي. بس خلي بالك، اصل جمهور الكوره جمهور كبير قوي، جمهوره اطفال وشباب وصغيرين وكبار وستات يعني. فالالفاظ كانت تقيله. بقول لك ايه، الالفاظ دي احنا بنسمعها طول ما احنا ماشيين في الشارع، وسمعناها في كل حته والناس بتسمعها في كل حته. وانا مش عايز ابقى قدوه لحد، طول عمري بقول كده. انا راجل بشتغل شغلي او قدوه لاولادي، مش عايز ابقى قدوه لحد تاني. اي حد يقول لي يعني انت ده قدوه؟ طب ما هو اولادك ممكن يتفرجوا على فيديو ده. انا عايز اولادي يشتموا عادي. مش مشكله. انت عايزهم يشتموا؟ طبعا مفيش مشكله. طب بس انا عندي اولاد. انت عندك؟ طب لو كان عندك بنت كنت عملت ايه؟ هقول لها ما تتفرجش على البودكاست بتاعي. هسألك سؤال، تجربة المستشار تركي آل الشيخ في مصر مع النادي الأهلي أو مع بيراميدز، رأيك فيها إيه؟ رأيي تقيمها إزاي التجربة دي؟ رأيي إن هو الراجل تم استخدامه في النادي الأهلي لغرض ضخ الأموال فقط. فقط. بس وما كانوش عايزين إن هو يبقى ليه أي دور تاني. ما تتدخلش بقى في أي حاجة تانية. وأنا أبو ناصر راجل حبيبي وبحبه جدا، وراجل علاقتي بيه طيبة جدا، وأنا بقول لك إن الراجل ده راجل جدع جدا، تمام؟ وأنا على فكرة مش مضطر إن أنا أقول كده. علاقتك بيه ايه؟ علاقتي بيه طيبه جدا، لان هو فعلا راجل جدع، وانا شفت جدعنته قدامي مع مواقف كتيره وناس كتيره من غير ما يبقى من غير ما يقول. ايه مواقف جدعنته شفتها في ايه مثلا؟ ايه المواقف الجدعه اللي عملها قدامك؟ كابتن اشرف قاسم مثلا، راجل نجم واسطوره، المعالي المستشار تركي آل الشيخ يعني ساعد بشكل كبير جدا في ان هو يتعالج، وانا سعيد جدا كابتن اشرف دلوقتي موجود في السعوديه وبيتعالج، وناس كتيره جدا. ايه تاني مواقف جدعه شفتها؟ والله شفت حاجات كتير. زي مش لازم اقول اسماء عشان انا ما تقولش اسماء يعني. حد عمل انت عارف انا قلت كابتن اشرف ليه؟ عشان هو الموضوع معلن اصلا، لكن والله الراجل ده بيعمل خير مع ناس كتير جدا مصريين. ارجع لك بس حته النادي الاهلي، بيحب المصريين هو جدا. وارجع لك بس حته النادي الاهلي، حته النادي الاهلي كان عايز ان هو ياخد منه فلوس وما يدلوش اي ادوار. هو راجل مش بتاع الكلام ده. هو راجل يحب ان هو لما يشتغل في منظومه يبقى صاحب قرار، لان هو من حقه. ينفع ان انت النهارده ان انت تاخد مني 300 400 مليون جنيه وبعد كده اجي اقول لك ايه رايك وبتاع، تقول لي لا انا مالكش دعوه كذا. طب خدت فلوس مني ليه من الاول؟ طب هو لما ساعد الزمالك كان صاحب قرار؟ كان بيجيب لعيبه للزمالك. يعني في لعيبه هو اللي اختارهم، هو اللي اختار فرجاني ساسي، هو اللي اختار اللعيبه دي، هو اللي اختارهم. الزمالك اتعامل مع تركي آل الشيخ ما تعاملش معاه ان هو مكنه فلوس، اتعامل معاه ان هو راجل بيفهم. ده الفرق ما بين الزمالك والاهلي، ان هو راجل بيفهم ويقدر فعلا يساعد الزمالك. وقد كان جاب مدربين كويسين هو اللي اختارهم، والناس اللي كانوا معاه هم اللي اختاروه. والقصه في الاهلي بكل بساطه، في وقت معين النادي الاهلي كان محتاج فيه المستشار تركي آل الشيخ، ولما جه وقت الجد في الاوبريشن بقى في الاوبريشن على الارض حصل الصدام، لان مفيش مركب بي 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 ب